أعزائي ومشاهدي الموقع الإلكتروني مساء الجمعة، يسرنا أن نستضيف النائب البرلماني الأستاذ علي التشيكيطو على هامش ما تابعناه حول تشكيل الاتحاد البرلماني للأفارقة الشباب. الأسبوع الذي ودعناه سمعنا عن تشكيل هذا التنظيم. استقبلنا السيد علي التشيكيطو لإبداء اعتصامته عن هذا التنظيم. نعم أستاذ علي. شخصيا شكرا أولا على الاستضافة، ثانيا التنظيم أنا ما سقت لي الأخبار إلا من خلال واحد الرسالة نصية تصلنا بها في الليلة ديال تنظيم هذا اللقاء، ومن بعد باسم الوزارة ديال باسم اللجنة ديال الخارجية والدفاع إلى آخره، ومن بعد نفس اللجنة كتعتذر، يعني من بعد سويعات فقط نفس اللجنة كتعتذر وكتقول بأنه هذا اللقاء هذا هو لقاء، يعني لقاء ما كتحملش المسؤولية ديال التنظيم ديالنا. على العموم حنا هذا لقاء يعني الإطار ديالو هو برلمانيين الشباب الأفارقة. برلمانيين الشباب الأفارقة كان المفروض أنه يعني حنا كشباب مغاربة برلمانيين تعلموا يكون عندنا علم بهذا اللقاء، على الأقل حتى إلا كان شي واحد عيمتلنا ولا غادي يتكلم باسم ديالنا، على الأقل يديرها، وحنا راضيين اللي يديرهاش، وحنا ما في برا ما يتعاود. ثانيا هذا اللقاء دار داخل المؤسسة. نعم. أنا كنحمل المسؤولية الرئيس المجلس. نعم. داخل المؤسسة كان المفروض رئاسة المجلس هي اللي تراسلنا وتصيفط لنا دعوات باش نحضروا، باش على الاقل نعرفوا هذا اللقاء هذا علاش كيتاب، علاش كيتاب، شكون الجهه المنظمه، وشكون اللي موراه، وكيفاش. على حسب المعلومات اللي عندي كانوا اصدقاء ديالي في برلمانات افريقيه من دول اخرى تواصلت معاهم عن طريق الهاتف، وكاين اللي تلاقيت معاه، هو ان المغرب هو اللي تكلف بالترحل وبالاقامه وب الاستدعاء ديال هاد البرلمانيين والتنظيم ديال هاد اللقاء هذا، ومجلس النواب هو اللي يتكلم بشكل مباشر، وبالتالي فهمت انا كيفاش مجلس النواب كيتكلف والشباب ديالو البرلمانيين الشباب مغيبين. العموم حنا زعما ماشي بالنسبه لنا، يعني ماشي المهم هو نحضروا ولا المهم على الاقل هو انه ما نحسوش بانه راه كاين اقصاء. نعم. او تهميش لينا بشكل مقصود. نعم. يعني هنا تيبان بانه كاين اقصاء وتهميش، يعني مفضوح، والغرض منه هو انه هذا الشيء هذا يتم التهريب ديالو لاسباب نجهلها. نعم. اذا اجرى بكثير من الكبرياسه نوع من التهريب، علما ان هذه المؤسسه الدستوريه مؤسسه البرلمان هي التي تضبط اللقاء. والى حدود الان. نعم. لانه ما كاينش توضيح حتى من شي جهه. نعم. من حقنا نقولوا الان بانه تهريب، بانها كبرياسه. نعم. بانه تهميش، بانه محاوله ديال 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 يعني محاوله ديال 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 يعني الاستفراد بهذا النوع من التنظيمات، وان نعم. كان احنا الحمد لله كبرلمانيين شباب الاغلبيه فينا ولات عنده الامكانيات ديال انه يتواصل ويتلاقى منظمات عندها امتداد. نعم. افريقي وعربي واسلامي ودولي. نعم. وبالتالي ما محتاجينش زعما. نعم. لشي واحد يقدم لنا في شي بلاصه. نعم. احنا الحمد لله كاين الامتداد. نعم. كنتمناو حنا زعما كنتمناو ان التنظيم هذا يكون اضافه لنا حنا كمغاربه. نعم. لا سيما استاذ عادل بانه حسب الوثائق ديال التي تسربت والاخبار التي تسربت عن هذا التنظيم تقول بانه الهدف منه هو خلق واحد الالتقائيه بين الجيل الجديد للنساء ورجال السياسه الافارقه، وتكون مجموعه ضغط للدفاع عن مصالح افريقيا من خلال تجاوز المصالح الشخصيه والوطنية، وتشجيع خلق هوية إفريقية موحدة تحترم كل مكوناتها والنهوض بمشاركة الشباب في الحياة السياسية الإفريقية. أين نحن من هذا الخطاب؟ هل تنتظرون من تفعيل مثل هذه الخطابات أم ستبقى حبر على ورق، ستبقى شعارات؟
في جميع الحالة دابا أنا من حقي نفترض سوء النية. نعم. لأن البداية كانت بداية خاطئة. نعم نعم. كاين هذا الكلام اللي قلتيه دابا كلام زوين زعما ماشي شي حاجة بالعكس هذا الشيء في عموميته. الهوية الإفريقية. الهوية الإفريقية، الدفاع عن المصالح، تشكيل اللوبي إلى آخره. نعم. وحتى السياسة العامة ديال البلاد برئاسة جلالة الملك يعني البلاد كاملة كتشتغل على أنها تدخل العمق ديال إفريقيا وعلى أنها تربط علاقات متينه مع الدول الافريقيه وانها تجاوز داك التباعد اللي كان في داك الفتور اللي كان على مستوى علاقه المغرب بمجموعه من الدول الافريقيه. نعم. هذا الشيء ما عندناش شي مشكل، بالعكس مزيان. انا الان الطريقه باش دار هذا الشيء هذا هي اللي طريقه يعني حقنا نحطوا عليها يعني اكثر من علامه استفهام. ولا تنطلب زعما تنطلب من الاخوان اللي شرفوا على هذا الشيء، انا ما عرفتش شكون اللي شرف على هذا الشيء. انا ما عرفتش شكون اللي شرف على هذا الشيء. من اللجنه التحضيريه من ما عرفتش انا كاع شكون اللي شرف على هذا الشيء. انا تيقولوا لي الاخوان بعض الاسماء اللي كنحترمهم وعندي علاقات بهم مزيانه. نعم. ولكن بشكل يعني مباشر الان اللي كنحملوا المسؤوليه بشكل مباشر. نعم. هو رئاسه المجلس، لانه اللقاء عقد بمجلس النواب. نعم. والدعم ديال هذا اللقاء يعني تكفل بمجلس النواب. نعم نعم. وبالتالي فالمسؤوليه خصو يتحملها رئيس المجلس وخصو يخرج يوضح لنا الامر. نعم نعم. يقول لنا هذا الشيء هذا كيفاش دار وعلاش دار وشكون داروا وشكون اللي اختاروا وكيفاش المعايير ديال الاختيار ديال التمثيليه الى اخره. نعم كاين خص السياق استاذ عادل. خصوصا وان اعضاء مكتب المجلس كلهم كيتبرعوا تيقول لك حنا مرحبا ما بيتعاودوا. نعم. اذا في نفس هذا السياق انتم كشباب برلماني اللي تم الاقصاء ديالكم، لا سيما انكم كنتم قد توصلتم برسالتي انا شخصيا ما تمش الاقصاء ديالي. نعم. حيت انا اصلا ما باغيش نشارك. نعم نعم نعم. باش نقولوا نعم. باش حيت ونكون كنت باغي نشارك وقصاني شي واحد نقول قصاني انا ما باغيش نشارك في هذا الشيء. نعم. نعم. ولكن بشكل عام كان واحد المجموعه ديال الاخوات والاخوات الزملاء والزميلات اللي بغاو يشاركوا. نعم. وتم حرمانهم حتى كيتفاجئوا كيف ما تفاجئت انا. نعم. اذا امام هاد الارتجاليه في التنظيم الشباب البرلماني المغربي هل لا هو التنظيم قالوا لي كان مزيان. نعم. ما كانش ارتجاليه. نعم نعم. المهم على ما يبدو انه سوء التنظيم او هذا الارتجال اكيد ان تمشي دعوه من بعد ساعتين يتم الاعتذار، هذا دليل على نوع من الارتجاليه. ارتباك هذا الارتباك من جهه. انتم كشباب برلماني مغربي الا تفكرون في تشكيل واحد اللجنه مثلا لمساءله السيد رئيس مجلس النواب بعد من جهه، او مساءله وزاره الخارجيه لان السيد وزير الخارجيه حضر هو السيده الوزيره المتدربه. كان عندي لقاء البارح مع شي اخوان برلمانيين وتيقوموا بهذه المبادره. نعم. تامين على هذه المبادره طرنا على اساس انه المبادره في جميع الحالات ما خصهاش تقيس السمعه ديال البلاد. نعم. هذه مساله مهمه. نعم. جدا. احنا في اطار المؤسسات غادي نسالوا رئيس المجلس في اطار المؤسسه. اذا في انتظار ذلك مؤسساتي. نعم. في انتظار ذلك وفي انتظار الدخول التشريعي المقبل نودعكم ونودعكم.